صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلا سقت كفي عطاش العواسل، شوية هداوة أخواني، بعد ترى ما في مجال. أين أنتم؟ ألا لاصقت كفي عطاش العواسل، إذ أنا لم أنهض بثأر الأوائل، ولدت فصحن الهاشميات مرحبا، ورحبن بي باعا أكف القوابل، تفرسن في المرضعات مهابة، فما حدثتهن الظنون بباطلي. سأقتادها في الهاشمين ضمرا. بعد ليلتين وتنتهي العشرة، ما تقول عليكم إلا بسنة. وأنا تحبون هاي الليالي أكثر من ليالي العيد، لأن حبكم وفرحتكم هو إظهار محبتكم لآل العيد. هسا غيركم من الشباب كاشخ ومتونس وطالع وراح غير عالم، وانتم شنكم فاقدين آبائكم، عندكم أغلى من آبائكم. شوفوا هدوم سود وملامح حزينة، هاي ينسونها لكم الكرام؟ لا والله، لا والله ما ينسونها لكم. سأقتادها في الهاشمين ضمرا، يجلنا فيملأنا الفلا بالصواهل، إذا صيح يا لثار فوق ظهورها، زففنا إلى الهيجاء زف الأجادل. أيذهب ثأر الهاشمين في العدا ويصبح ذاك الحق أكلة باطل؟ كرام بأرض الغادرية عرسوا، فطابت بهم أرجاء تلك المنازل.
ذعل المشرعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زافينا انهض وعاين زفته. شان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جلت، فزع اخوانك وقوموا بعجل زفوها الولا، وصل اسفافة وانا مفروض ما عندي احد، بس حريم الجر وانا والقلوب مفتتة. ما تقرأ يا شباب؟ قوم بسك يا قمار عدنان من نوم الترا، وقض شبول الهواشيم والبس جديد الثياب، والذوايب سرحوها قوموا وانزفها الشباب، وانتخوا قدام جاسم كان تنشف دمعته، ورمل ما بين النساء تضرب صدرها معولة، رتنا اسفاف الولد ما بين اخوته وكل هلا، ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربلة، وبس حريم الجر والنا والقلوب مفتتة. ولي ولي سطر رمل الدهر سطر ولدها، ومثل مصابها ما مر ولدها من الميدان من جابوا ولدها، علي وسط الخيم نصبت، اي علي وسط الخيام نصبت عزية. ولك يم شوفتك عني بعيدة تصير، من غيبك قبرك يلي بيك الخير، من اشوفك بالحلم همزين ويد الدير، على رقبتك وقبل وجنتك واشتام، لكن الحلم يبني يجي بالنوم، وانا النوم من حالفة من اليوم، اعيش بعيشة قشرة وبقلب مالوم، وخل من تريد تنوح تتعلم. ايه وحسينا ممنون ممنون. ورابي مهجتي والقلوب واللي أرابي دوم شاب حل دربك، ورابي ورابي يما اشتظن أسهر على غيرك، وربي وقول انصار مثلك ولد ليا. نوح ينزف على امرك، رحم الله ابو سالم، حاضرين تستاهل محمد. ولي ورابي مهجتي والقلب واللي أرابي دوم شاب حل دربك، ورابي ورابي ورابي
اشتظن اسهر على غيرك وربي واقول انصار مثلك ولد لي شيلها ولا النوب اجت زينب لا عذر لاحد في هذا البيت قلت لابو علي عدنا زفه اليوم كيف العرس يا حسين إن وانت مالك عواء جاسم شبابه بالزفاف يريد شبا والخيام بس اطفال تتصارخ نسوا ومن النواعي راس قلبي مشيبين كيف العريس يا حسين وانت محد وياك والنبل يتخاطف عن شمالك ويمناك اما انا باذوب من ضجة يتامك ومن النواعي راس قلبي مشيبين وعلى حسين علي صوتك يا اخويا على حسين اعلى على حسين وحزني لكن الامر لله والعاقبة للمتقين. من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام ورهينة الأيام وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات هاي مفردات ذهبية نورانية انطلقت من صميم سيد الأكوان بعد رسول الله مولانا علي بن أبي طالب وإحنا ما نجامل على حساب عقيدتنا هاي العقيدة اللي أوذينا فيها ما نجامل على حسابها بلى احنا نجتمع مع كل البشر على طاولة التفاهم لكن اذا نريد نعيش تعايش بشري صنفي اسلامي وحدة مو معناها نجي نتنازل عن مبادئنا وانما كل واحد فينا يحترم بلي نسك أو شعائر أو طقوس الآخرين إحنا عدنا آل رسول الله ما إحنا مكذبين يعني هاي الدين قرآنه وحديثه صراحة وتلميحا
يشير إلى مقام آل رسول الله. بعد احنا شنو ذنبنا إذا ردنا نقول فيهم ما وصلنا إلى غاية؟ والله هاي الشعراء والكتاب وأصحاب الأقلام إيش قد كتبوا عن أمير المؤمنين؟ كل من تجمع ما يساوي ثانية من ثواني حياة علي بن أبي طالب. بلي والله. لذا يعجبني هذا، الله يرحمه، بطل شاعر الشيخ جواد السهلاني الله يرحمه، كتب قصيدة بالستينات ميلاديا في أمير المؤمنين، حكى الشطر الثالث منها، على الشطر الثالث أعطوه دكتوراه. اسمعوها، يقول أمير المؤمنين: ذكراك تبقى إلى ما لا نهاياتي، وذكر غيرك يفنى بعد ساعاتي، حارت عقول الورى في وصف حيدرة، إلا النبي وخلاق السماوات قد، هذا البيت، قد جئت في زمن لم يفهموك به، وكل جيل يحيل الفهم للآتي. ماكو واحد بهالعالم يجي يقول لك أنا أعرف على ابن أبي طالب، كامل معرفة النبي سد الأبواب بوجوهنا. قال: تعرفون من حيث أنتم، معرفت الحقيقية يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. بس دور الدنيا كلها من آدم إلى أن تقوم الساعة ما عدا رسول الله، تلقى واحد مثل شخصية أمير المؤمنين؟ لكن ما أدري ليش، وهذا للمسلمين كله لا بل للعالم أجمع، العالم البشري أجمع، ليش العالم البشري يمتاز في علي بن أبي طالب من الصابئة واليهود والنصارى حتى الملحدين يشوفون آدمي يستحق الاحترام، كتبوا عنه ويمجدونه، وبعض المسلمين إلى يومنا هذا يردون يهتكونه. يا أخي أنتم ما صار عندكم واضح؟ شك واحد حارب لو راد أن يخدش شخصية علي بن أبي طالب طاح، وهذا أمير المؤمنين، كافي بعد. وهاي الليل نهار انت ما عندك شغلة، كل امورك صحيحة، بس التانين يمتى انا احكي حتى تحطني تضحك علي؟ كافي، الناس وين وصلت تقدمت جاي نحكي، هذا ديننا يعني. بناك انت اذا مسخرتنا لو عيبت علينا احنا نبطل ونيوز؟ دين ما نبطل من عنده، حب علي واولاده ديننا، اذا سلبت اذا تنازلنا عن حب علي واولاده بعد دين ماكو، هاي عقيدتنا احنا يا اخي. انت ما عيزت، اما احنا لا عادي عدنا، لانه هاي السخريه ما توصل النتيجه، احنا ندور على الادله. شوف لما يجي واحد يقول لي ترى هذا الماي مثلا مو نظيف، اطلب من عنده الدليل، اما اذا لا والله انا اقول ما قبلك، تجي تبرهن لي، نحن ابناء الدليل، اينما ما لنا ميل. انت تريد تمسخرني ببناك بالسخريه، أنا أجوز من ديني؟ ما أجوز. لا، وشنو هو؟ هاي اللي أنت تعيب علينا بيها، إحنا نتعجب من عندك شلون ما تخضع لها. وشنو قايلين إحنا عن أمير المؤمنين؟ ما إحنا واصلين إلى غاية. والله يتعجب إذا قلنا علي بن أبي طالب صارت له معجزة. يتعجب. وهاي هم ذكرتها عندي بيها دليل، أريد إخواني الشباب يلتفتون إلها بدقة. فرد خطيب بالبصرة كان يقرأ قديم، كان يسولف ترجمة سلمان الفارسي عليه الرحمة، ولما ما قال مات سلمان الفارسي وقف علي بن أبي طالب بالمدينة بالبقيع قرأ ورد، اتحول من المدينة للمدائن، وجهز سلمان وخلص شغله ودفنه، وما أذن الفجر رجع، ومر عليه واحد ينبئتكم على هالكذبة، منين دبرتوها؟ شلون صارت هاي السالفة؟ فشوف الرد الحلو، قال لها
تستنكر علينا كيف نقول على ابن أبي طالب تعدى وتعنى من المدينة للمدائن صعبة؟ نجي نحكي وحدة وحدة وانتو استرسلوا معاي، وهذا بعد واحد زايد واحد اثنين ما يقبل غلط، وحدة وحدة إذا غلطان ردوا علي. منو أفضل؟ هيك مجبورين هيك نحكي. منو أفضل، رسول الله لو سليمان النبي؟ هاي عقيدة كل مسلم. الدنيا دنيا الإسلام تدري ما يعلو في هذا الكون على رسول الله شيء. واضح؟ زين. طبعا إذا رسول الله أفضل كتر تعال إلى سليمان. سليمان اللي هو دون رسول الله الوصي ماله اسم عاصف بن برخيا، تدرون ايش سوى؟ ها جاب عرش لبلقيس. منين يا شريف جابه؟ من اليمن الفلسطين. عرش ايش كبره؟ كم يوم جابه؟ ها القرآن هو هاي لو ما القرآن قايلها كان هم كذبناها بقرآن بعد قطعي السند. وشوف هاي تربية سليمان، هاي العلوم. قالهم منو يجيب لي العرش قبل لا تجيني؟ واحد قال له قبل لا ينتهي المجلس، مجلسهم يطول ساعة. هو حتى لو قايل له جيب الكياب ثلاث أربع شهور مو مهم عنده، لأن هو طول مسافة من اليمن الفلسطين. بس قال شنو ساعة؟ أنا تعلمتكم علوم، أدري طاقتكم أكبر من هالمعنى، منو أقرب من هذا الوقت يقدر يجيب لي؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. شوف دقيق تعبير القرآن، قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني مو ترمش، لا يعني من ترمش قبل لا تفتحها، يعني حتى بالثواني ما تنحسب هذه. شوف شلون قال له قبل لا ترمش وتفتح عينك هذا العرش تلقاه عندك. خلها ببالك الآن، شوف هذا عنده علم من الكتاب. هاي المن في اللغة العربية إلها أكثر من 13 معنى. من ابتداء، سرت من البصرة إلى الكويت مثلا، عرفت؟ من بعضية، شربت من الماء يعني من بعض الماء، لأن لغة العرب حجة. أكمل لغة الآن من بعد تحقيق والتدقيق فهموا أن لغة العرب، تالي اللغة الفرنسية وبعدين اللغة البريطانية الإنجليزية. فإذا أقول لك شربت من الماء تفهم من كلامي أنه بعضه، ولكن إذا أقول لك شربت الماء يعني الماء كله. فالله يقول قال الذي عنده علم من الكتاب. علم ما ندري ايش من الكتاب، من يمكن كلمة يمكن آية يمكن سورة ما ندري. ايش سوى؟ جاب عرش بهالمسافة الشاسعة. زين علي بن أبي طالب ايش عنده من علوم؟ بعدنا، إذا سليمان النبي دون رسول الله وماكو شك الوصي ما ليسوي هالعملية، حتما وصي رسول الله عند المسلمين كون يصير أفضل من وصي سليمان، لولا. فإذا وصي سليمان دون وصي النبي، هو ترى وصي عندي وعند كل المسلمين، سموهم أول لو عاشر لو ثالث، إذا هو وصي وأفضل من سليمان، إذا سليمان سوى هالمصيبة بعلم من الكتاب، شو عنده على ابن أبي طالب؟ تدرون الله قال للنبي روح قل لهم اللي شاهد على نبوتي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه ليست إلا عند علي بن أبي طالب، وإضافة على هاي لا زالت العلوم تترى عليه. علمني رسول الله من العلم ألف باب، يفتح لي من كل باب ألف ألفة. هاي كلها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه.
أنا وياك هسه سمعنا إجمال وعدنا بس هالكلية هاي، أما تفصيلها ندري بيها؟ ما ندري، ما ندري بهالتفاصيل، هاي عند أمير المؤمنين. ثم هذا تعال شوفوا اليوم أكو ناس تخلص للدولة، يخلونهم يطلعون على الناس على الأمور على الخفايا، فما بالك بدولة السماء إلها أمناء، أمناء هذه الدولة دولة الله وشفراءها وقادة الخلق بلا منازع محمد وآل محمد. يمكن في ناس تتفاجأ شلون تقول أفضل من فلان، كيف سبقهم؟ السبقة مو دلالة، الله وجه من بعد الأنبياء والرسل بنبوة نبينا وأوصيائه الكرام، ماكو بعد شيء جمل حياة غيرهم، هم صاروا الحد الأوسط قادة لمن سبق ولمن يأتي. وهاي المسلمين كلها جاي تقر أن عجل الله فرج ليلة جمعة أن المهدي إذا خرج بإذن الله يصلي خلفه عيسى. زين إذا صلي خلف عيسى من الأفضل، الإمام أو المأموم؟ بس ما أدري ليش مغمضين على هالمعنى، ما جاي نحكي أشياء خرافة، هاي ثابتة عند كل المسلمين. والسموحة بعد هذه شقشقة هدرت، متأذين ما صار، وهاي مجالسنا هل أقيمت إلا لإثبات أحقية علي بن أبي طالب؟ على العموم هذه الكلمات اللي بديت بيها ارعى لها سمعك الله يرضى عليك يا شباب، هذني كتبهن علي بن أبي طالب يمته بصفين بحرب صفين. وأنا بسأل المسلمين احتارينا، تجي أنت تريد تبرر للقاتل والمقتول، ما فاهمينها شلون، يا ريت تشرح لنا. الله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أنت أيها المسلم المكرم تقول لا هذا القانون ينطبق عليك، إذا جرحت لك واحد شلعت عينه شلعت ضرسه طقيته عليك دية وتعزير، هذا القلم ليش رفعته عن بعض ناس؟ شنو بمن يمتازون علينا؟ قتل وثابت عندك قتله. يعني أنا أسألك أيها المؤمن أيها المبارك أيها الموفق، هذا اللي يطلع ويشيل سيف بوجه علي ابن أبي طالب، هذا قلبه يحب علي ابن أبي طالب؟ هذا لما ما يشيل سيف بوجه أمير المؤمنين مبتسم بوجه علي ابن أبي طالب؟ أنت شلون دارس هاي القضية؟ علي ابن أبي طالب الله خلاه قدوة بقول رسول الله، هو الفاصل بين الحق والباطل، وحتى الناس اللي كان النبي يشير إلى أحقيتهم كانوا بركاب علي بن أبي طالب سلام الله عليه بحرب صفين. جل الصحابة الكرام ابن التيهان ذو الشهادتين عمار بن ياسر كلهم كانوا مع أمير المؤمنين، هذول كلهم ما يثبتوا لك أحقية علي بن أبي، حتى من تحاضر تخطى الطرف المقابل. لا تنحاز، قل الحق، شادني هل أقيمت إلا لقول الحق؟ الله يريد من عندك شوي صن، تبارك الله فيكم، صلوات بي على أصواتكم. هذا الكون كله أقامه الله ليختبركم، شوف والله منو فيكم يصير ويا الأجنبي على أخوله ابن اللي على الباطل، هذا هو الدين مو أهواءك النفسية. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، هذا قول الحسين عليه السلام، وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا.
فكتب أمير المؤمنين بصفين هاي رسالة وجهها ليكم طبعا. قال أنا الآن في الحرب خاف انقتل، خل أكتب وصية. طبعا هاي الإمام أراد كل معانيها إلي وإلك، وإلا الإمام يدري وماكو داعي أن يوصي ابن الحسن، بس راد أنا وأنت دائما نكون على استعداد ونكون نهتم لتربية أولادنا، ما راد بيها شخص الحسن سلام الله عليه، وإنما جنس الحسن يعني أنا وأنت. خليهمكم الأمر، يهمكم الأمر أنتو رجال المستقبل. أمس شيبتنا كانوا شباب، اليوم شيبوا، إجا الدور إلكم أنتم، أنتم حملة العقيدة. العرب يقولون عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، كلنا نحب ويلعد يصير عندنا، لكن إذا رزقنا واحد ربيناه وانطيناه للجامعة صالح كما ينبغي أحسن من عشرة ما بهم خير. في ناس جاي يردون ذرية الله ما انطاهم، بس انتم الله من عليكم بالذرية، اعتنوا بالذراري ولا تجبرون أولادكم على عقوقكم. ابنك لا تخلي عقك. أمير المؤمنين يوصي الإمام الحسن يقول له فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك. قلت لكم سبق ما يريد بها الحسن، إياك أعني، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. شنو معناها؟ تشايفين الطفل؟ يوم انت ما راح لبيتهم بس يخلي راسه على الوسادة يخفى، تعرف ليش؟ ما يفكر بشي، ها افكاره باله مرتاح، يوم انت ما راح ينام هذا لا قلبه يكره احد ولا يكذب ولا يحقد، بعد نقي. هذا وقتك ان تزرع به الان، ازرع فيه الدين، علم الدين، خوفه من الله، قل من أوامر الله، احترام الأم والأبو، حتى إذا كبر على أي مستوى يصير، على أي بلي مكانة بيا مسؤولية يخضع أمامك يحترمك. يقول فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. ليش؟ قال فإن قلب الحدث يعني الصغير، قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. الأرض الخالية الصالحة للزراعة كل شيء اللي تذب فيها يطلع، إيش تزرع بهذا الولد من صغرة؟ لأن إذا اندل وعرف يمشي واندل الطريق بعد فلت من إيدك ما بيك عليه، وهذا أمانة تحاسب أنت عليه. علمه على احترامك من بداية من الصغر، كنا نحب دلال ولادنا، حب ضحكتهم ونستهم، وهل تعب الآباء علينا إلا من أجل سعادتنا؟ شو ندري عن الآباء؟ الله يرحم الآباء، شو ندري عنهم؟ بحار وبريد، ها؟ بليل ونهار من أجل سعادتنا، تدرون عن طفولتكم ودلالكم وجمالكم ومدرستكم وطبيبكم، شقد تعبوا من أجلكم هؤلاء الآباء؟ أنت كن تضيف عليها، تنتج للمجتمع، تربي ولد تهتم لأول شيء تختار لأم وتحسن لإسم وتبالغ في تربيته وتجيبه وياك للمآتم تعلمه على محبة الحسين عليه السلام، تزرع في قلب العقيدة. هاي مسؤولية، إمامنا زين العابدين يطلب من رب العالمين يقول له وأعني على تربيتهم. كثير من الناس فشلوا بتربيتهم للأولاد، ليش؟ لأنه تساهل معه بتربيته
إلى أن نشأ وخذاله طريق بعد ما يقدر الأبو يفرض عليه. ويأكد رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تجبروا أولادكم على عقوقكم. إذا الولد كبر وقف بوجهك من إيدك، إذا هانك ما احترمك جاب لك الويلات من إيدك، الجذور مو صحيحة، أنت ما سعيت. مو معناها تقسي عليه، صاحبة صادقة صارحة، خلي يثق بيك، خلي يعرض عليك مشاكله، مو تخلي أكثر واحد يخاف من عنده ويشمئز منه أنت. وإذا ردتوا يا أخواني الشباب إن شاء الله مستقبلكم زاهر، ربوا أولادكم على وصية أمير المؤمنين لولده الحسن، مفردة مفردة بالله عليكم. وش حالها لو تحفظون ولادكم هالوصية؟ طفل يحفظها بمدة يوم، يحفظها ويطبقها عليه يومية، علم بها مفردة. وأنتم أيها الشباب هاي الليلة في مدرسة سيدنا القاسم الكريم ابن الكريم، هالليلة أريد نبعث الرحمة للآباء اللي هم تحت التراب. وإذا أبوك موجود وأنت أعرف بنفسك كنت شوية تطاول عليه ما تحترمه، من هالليلة تخضع يم أبوك، لأن الله يريد كرامتك، شاف كرامتك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعدين تتندم، ترى من رحمة الله علينا هذا الباب ما سد رب العالمين، خلاه مفتوح باب بر الوالدين. يمكن في شباب يقول احنا فرطنا، راح الأب من ايدينا، راحت امنا، ما لحقنا. لا، الباب مفتوح، بر ابويك حيين كانا او ميتين. والليلة جمعة نهدي هذا المجلس للآباء الله يرحمهم، الله يرحمهم جميعا، يرحم ابوك ان شاء الله، الله يرحمه. وكأن مولانا الإمام الحسن الزكي هاي الوصية طبقها بحذافرها على ولده، هذا القدوة، هذا المؤدب اللي خلد له اسم وصرنا نجلس على مائدته سنويا ونأخذ منه العطاء المادي والمعنوي. احنا اطفالنا اللي ما بلغوا الحلم معصومين عن الخطأ عن الذنب، حتى لو يذنب ما عليه شيء، فكيف بتربية آل رسول الله؟ ها؟ عليه غبار؟ هذا اللي كلماته وصلتنا تدل على جلالته وعظمته. موقف الرجولي، انا شايف البعض بس يتلمض، اذا صارت صدق يشرد. والقاسم ابن الإمام الحسن وقف قبال ذول الزلم كلها، اسمحوا لي غير هالتعبير بعد ما عندي، انقطع انعاله، ما اهتم لهم، قاعد يسوي انعاله، يعني ماني حاسبكم، من أنتم؟ حتى يقول للإمام الحسين: ما تخاف، هذا موت، كيف ترى الموت؟ قال: الموت بين يديك أحلى من العسل، أحلى. قال: يا عم الهمم مو بالعمر، المراجل مو بالعمر، بحملة الخندق عمر جديش كثر، من برز للعامري وصك الكفر، وأنا شبل وهمتي من همته. أنقل لكم منا موقف يا وجيها عند الله، هذا حق عليكم وإلى أكثر من حق عليكم، وراح أقول لكم شلون. أول شيء شباب، والحق الثاني راح تسمعه. يقول: قعد ليلة عاشوراء ويا علي الأكبر،
شلون جنابكم يا شباب من تقعدون تحاول أن تستخدم المفردات الطيبة، لأن الله معاكم يسمع. كون واحد يتأدب بمحضر الله اللي يحترم الله، الله واي كرم. الله يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. يسولف هو والأكبر، باكر قتال، سيوف، دماء، يا ليتنا كنا معكم. الأكبر قال له باكر راح تشوف شو أسوي قدامك، أروح شلون أفتك بالأعداء وعود ضربات جدي حيدر. القاسم قال له لا أنا أروح قبلك كون تشوفني فحكاية منا ومن هذا. قال لا أخوي لا يطول الحكي بيني وبينك، خاف يصير جدال، امشي روح العمنا أبو فاضل شوف بضل العباس شو يقول. يهو فينا يتقدم ما نعترض عليه. وإجا للعباس، عمي شو تقول منو باكر بينا يتقدم؟ سألهم أبو فاضل شو تقولون أنتم منو فيكم الأكبر؟ قال له عمي إحنا ما في فرق أنا وابن عمي، لكن تدري أنا ابن الحسين وهاي الدنيا كلها جاية تريد تقتل أبوي، والحمل ما تقوم بي إلا هلا، وأول واحد كون يتقدم يموت أنا. قال له أحسنت، أنت شو تقول يا القاسم؟ قال له عمي كلام الأكبر ما عليه غبار، صحيح حكي صحيح، ولكن اسمعوا يا شباب، تدري عمي الأبو إذا شاف ابنه ميت شو يصير بي؟ وأنا عمي الحسين غالي علي، وما بي باكر أشوف عمي يبكي على وليده، هاي تقهرني. بس أنا ما عندي أبو، أنا يتيم ما عندي أبو، إذا أموت ما أكو أبو يبكي علي وينكسر قلبه. هذا يتيم يتيم حق عليكم، بالله عليكم يا شباب العقيدة، إذا تسمعون أنه نفرين بين هالنفرين واحد يتيم وصاحب حاجة، الأولوية تخلونها إلما هذا اليتيم بعد. وأي يتيم؟ هذا اليتيم اللي الآن أبوه، أبوه مظلوم، ماكو مظلوم بالعالم مثله. عيني أنت أحسنت، أريد هالليلة تصيحون أكثر شيء وحسناء، ليلي نصيح حسين، هليل نصيح وحسنا، لأن الآن بالبقيع ما يم إلا حمامي الطاير. ظلمة ظلمة يا أبو صالح، ظلمة ظلمة، ماكو يم بس حمامي الطاير بالبقيع. هاي شباب العقيدة اللي يذوبون، شوفوا هذا العشق لآل البيت، ما نبكي بس على فرد واحد من عدهم، هذا البيت المحترم اللي الله جل واحترمه كلنا نحب نحتك بيهم ونريد رضا الله بهذا. يقول لما سمع الحسين إجا له قال له أبوي أنت ما عندك أبو؟ أويلي، كان القاسم ينعي على أبو فرد بيت واحد. أويلي من كان الأبو موجود كانت زاهية أيامي، أيامي وكل لحظة تمر وياه بيتتحقق أحلامي. أويلي أحلامي وكل ساعة الأطب للبيت ألقى الخير جدام. على أمرك خويا، الله يرحمك يا أبو سالم. أويلي على هونك على هونك، وقف وقف. من كان الأب موجود كانت زاهية أيامي، وكل لحظة تمر وياه بيتتحقق أحلامي، وياي وياي، وكل ساعة الأطب للبيت ألقى الخير جدا. بالله هالبيت انطو حقه. أويلي بهالدنيا أبد ماكو ألذ من كلمة البوي،
بويا حلوة تسلي الخاطر هي وكلمة الخوي. ويلي يوم العاشر اجى القاسم قال عمي اذن لي بالق. خلي بالك يمي انت خلي بالك وياي. قال عمي اسمح لي بالقتال. قال له انت علامة من اخوي، وصاني اخوي الحسن. يا شباب العقيدة يستاهل ابو محمد نقرا له بيت لولا. اي والله يسلم راسك وما عليك زود يا اخوي. قال له ابوك وصاني، قال لي اوصيك باولادي. وياي وياي. اوصيك باولادي عن التشتيت لمهم، انت ابوهم يا عضيدي وانت عمهم. لو غمضت عيني عسى الله يدومك الهو، والعم بولاد الاخو يا حسين ملزو. قال له ابوي وصاني وطلع العوده وراوى واجا. اجا الامام الحسين صح زينب علي بالصندوق الفلاني، جابت له وطلع من عند عمامه للحسن، شمها قبلها ولبسها القاسم، وطلع جبه شمها وقبلها ولبسها القاسم. ولما اكتملت هيئته كأنه الحسن قال لأبويا تعال تعال سلم على أمك. وبس طلع على أمه وشافته قالت ليما يما عاد العرب لو رادوا يزفوا يزفون عمام الولد كلهم يحضروا، وشبان البلد انتو سلاحي. انا من اجيكم تعبان يصير عندي نشاط جديد. اويلي خلي الماتم يموج وبعدين ان شاء الله عليه تعب. ويلي عاد العرب لو رادوا يزفون عمام الولد كلهم يحضروا، وشبان البلد كلهم يحوسون، بس عرسك يا جاسم صار بالكون، وعمامك على الرمضة يوينو. خوش مجلس. وغمامك على القبرة من سمحت كلمة أقبل الحسين وقف على تلقى صاح يا شبان قوموا نشروا العمايم، ويا عباس ليش أعلى النهر نايم، يا عباس ليشغل النهار ما عليكم زود. قوموا قوموا فرد قوموا زفوا القاسم. ولي ولي قوموا فرد قوموا زفوا طولها طولها. ولا ما سمع جواب اجبي الى خيمة النسوان، نظرت اليه صاحت قولي يا عم الكافلي ينهض بهمة، يستنهض أولاد إخوته وأولاد عمه، يزفون جاسم ينكشف غمه وهمه. ما
ما يصير شاب مدلل الزفة نساوي. لما سمع اجى الأمة عاتبت عاد الولد عاد العرب لو رادوا يزفون حبيد أمة دهرية تملي والتزم عمي بريبا ما أعز على مهجتي وروحي ودماي رملة بمصابي خلي عزوها خليتي دمي والكفن ساف التراب يما ولا من العرس محروم ما اسمعكم من تمر زفت شباب ولي دهري يتمني والتزم عمي بريباي ما أعز عنا مهجتي وروحي ودماي دهري يتمني والتزم عمي بريباي ما أعز عنا مهجتي وروحي ودماي رملة بمصابي خلي عزوها خليتي دمي والكفن ساف التراب يما يا شباب نلعرس أعد يما ولا يوم المبارك أصبح يا يوم شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد يوم المبارك أصبح يا يوم شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد رملة بمصابي خلي عزوها هلا بهالوقفة حليتي دمي والكفن ساف التراب يما ممنون اسمعكم ولي من ثدي النيبة راضي بثدي الحليب من ثدي النيبة راضي بثدي الحليب وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب سكنة بمصابي خلي عزوها حلتي دمي والكفن دار التورة يما ولي استرح اقرا يما يما ولي ولي والله يا عم لو تخلوني على هواي لروح للي معفرين بجانب الماي ومن دم نحر لخضب شمالي ويمناي واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصواوي أقبل الحسن أقبل القاسم ابن الحسن قائلا إن تنكروني فأنا نجل صبط النبي المصطفى هذا حسين
كالأسير المرتهن بينا هو يقاتل إذ انقطع الشسع نقله يقول حميد بن مسلم رأيت الأزدي يتخفى قلت إلى أين قال أذكر الحسين بهذا الغلام قلت والله لو قتل ولدي لما تعرضت إليه وحسنا قال والله لأفعلا أقبل الأزدي رافعا سيف يا الله يا محمد يا علي يا أبا محمد الحسن أجرك الله ضرب القاسم على راسه أين الصارخون وحسنا نادى ادركني يا عمه أقبل الإمام الحسين قتل قاتله وإجا يم القاسم جابه ومدده ما بين أخو جلس عيدهم يا ويلي وهم بس ما سمعن النسوان إجت أمه وقفت يم الباب زينب بدخل على وليدي قالت لها ما تعرفينا جثث بلي روس قالت يا زينب وليدي أعرف يا شباب العقيدة أعرف عندي علامة محنة شف أخ علامة وليدي محنة ليدين إليدين إليدين ومطعون بفادة طقنتين دخلت قعدت يم الولد ولك يما يا يما يا يما يما أحاجيك شو ما تحكي وياي يا حرش قلبي وما يعيناي اي يا حرش قلبي وما ماي عينا حساب تعبتم أرد نقش ويل القاسم ولا يما من تلقل تقومي وبحماي حسش سدى مني يا رجواي تخليني حرمة بولية تعداي تخليني حرمة يا أبولي تعدى يعني مسمين واحدة من بنات الحسين على أولاد الحسن وجت هاي الأم شايطة وجت الخيمة البنيات ولزمت إيد البنية يلا يلا يا عمة خلى وديك وين خلى وديك وبجثة العريس أدليك انا واحطك بكترة وابكي عليك ومن دم حنديح ويديك البنية تقلها لا يا عمة لا يا عمة لا يا عمة ترى العريس ما يبكون يم ولا انا عندي بعد بيتين وسلكم ولا وانا عجوزة وانا عجوزة وشيبة قلبي مصابك بعدك شباب وما تهنيت بشب مخضب يا عقلي ومن دم نحرك خضابك صار الثرج ساعة زفافك والمني وويلا أنا من شفت عمك هذا البيت هدية للبقيع هذا من الكويت إلك يا أبا محمد الحسن هاي من خدامك وشيعتك اللي يحب يقرأ ويطولها ويهديها بيد الرياح هاي حسرة الحب والولاء ولا من شفت عمك لبساك تفصيل الأجفاء قلت
الولد ما يعود من حومة الميدة. قوم يا رملة ودعي شمعة الشبة ولطمي على العريس راسك يا حزينة على حسين. نقي نقي ولا شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. يا الله يا سريع الرضا. بس خل ندعو دقيقتين طولنا مجال الله يرضى عليكم. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه هذا المجلس هدية مني لوالدك الله يرحمه إذا مقبول ليك الروح الطيبة شافت عيني رحمة الله عليه رحمة الله أبو محمد. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما. اطلبوا حوائجكم وادعوا لي كما ادعو لكم. بوركتم جميعا اينما وجدتم والى من مات على الايمان خصوصا الى روح وضريح الراحل ابو علي ابو حمد. الفاتحة مع الصلوات.